أقيم في كنيسة بولس الرسول اللاتين جبيها قداس الأحد الثاني من زمن الصوم الأربعيني. ترأس القداسة كاهن الرعية قدس الأب سامر مدانات بمعاونة الأب علاء بعير، وبمشاركة جوقة الرعية بقيادة حنين جدعون وحضور عدد من المؤمنين. وفي عظة القداس ذكر الأب مدانات أن السيد المسيح قام بالتجلي من أجل تلاميذه حتى يشجعهم على إكمال المسيرة نحو الجلجلة بدون خوف أو تردد، ليبلغوا معه مجد القيامة من خلال التحول إلى الإنسان الجديد القائم للحياة الجديدة. واليوم يأخذنا الإنجيل إلى جبل آخر، إلى جبل التجلي، لنتأمل بوجه يسوع الإله، يسوع الذي يظهر نفسه إلها حقيقيا. تجلي السيد المسيح، الإنجيل بيقول وتجلى أمامهم، وفي ترجمات عربية أخرى بيقول تغير منظر وجهه فصار مشعا كالشمس وثيابه تتلألأ كالنور. هذا التجلي يشبه أحداث أخرى حدثت في الإنجيل ولكن بصيغة أخرى. قبل هذا الفصل من متى 17 منشوف متى 16، وفي مسافة ليست بعيدة عن الجبل، وفي أيام مش كثيرة، تقريبا 6 أيام، السيد المسيح يظهر نفسه لتلاميذه بالسؤال اللي بيطرحه على تلاميذه وتأملنا فيه مع بعض، لما بيقول من ابن الإنسان في قول الناس؟ فكلهم صاروا يجاوبوا، يوحنا المعمدان، إيليا النبي، أحد الأنبياء. وسألهم ومن أنا في قولكم أنتم؟ هون أجاب القديس بطرس نيابة عن كل الرسل وقال له أنت المسيح ابن الله الحي.